المشروع المندمج لتكوين النساء بياف مشروع يهدف لتعزيز وتمكين النساء خاصة ممن هن في وضعية إعاقة، وذلك من خلال التكوين في المهن المتعلقة بالمطعمة ومجال الحلويات. المشروع ممول بشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومختلف المساهمين في الحقل الجمعوي. اليوم نحضر لإطلاق 4 مبادرات محلية للإدماج الاجتماعي في إطار برنامج مهم للغاية، برنامج بياف. هو مشروع مندمج لتمكين النساء ويعد من أولويات برامج مفوضية الاتحاد الأوروبي بالمغرب. أنا جيت سعيدة اليوم اللي غادي نسنيو هاد الشراكات هادو مع 4 ديال الجهات. هاد المشاريع هادو إن شاء الله هي غتكون دعم لهذا التطور في الشغل على لومبلوابيليتي ديال الاشخاص ذوي الاعاقه، النساء ذوي الاعاقه. ومن بين الانشطه الرئيسيه للمشروع اطلاق 8 مبادرات لخلق ورشات التمهيد لمهن المطعم عبر اليه التمويل المتتالي. المشروع ديالنا اللي غادي نشتغلوا فيه على تعلم النساء في الوضعيات الاعاقه الطبخ، يعني تعلموا عندنا الطبخ وبعض التكوينات، كذلك التدرب على الانفتاح، وكذلك التدرب في ورشه تكوينيه في الاسعافات الاوليه. ان شاء الله اللي غادي نسهروا عليه ان شاء الله مده هذا المشروع هو 8 اشهر. احنا جينا اليوم في اطار واحد اتفاقيه شراكه مع بياف اللي كتعمل على دعم النساء وتكوينهم ودمجهم في سوق الشغل. المشروع كيهم تكوين النساء الكفيفات في الطبخ. مشروع بياف يروم استفادة حوالي 200 فتاة وامرأة في وضعية إعاقة والنساء المانحات للرعاية للأشخاص في وضعية إعاقة بأربع جهات بالمملكة لمدة تناهز 36 شهرا إلى غاية 17 دجنبر 2024 المقبل.